انا وزميلي سكيورتي مانجر بي كي اي مانجر في تي ده برضه ان شاء الله هنكلمكم النهارده على طبيعه الدور الخدمات بتاعته وايه المميزات اللي احنا عشان نستخدم الطبيعه دي. قبل ما اتكلم في التقرير الالكتروني خلينا بس ندي بريف كده. احنا عندنا حاجه اسمها ديترويت سيجنتشر وعندنا حاجه اسمها ديجيتال سيجنتشر. الامبريلا الكبيره هي ديترويت سيجنتشر. الديجيتال سيجنتشر اللي معترف بيه واللي بيه حبايه الطبيعيه في مصر هو الديجيتال سيجنتشر، هو سب سيت من الديترويت سيجنتشر. ايه الفرق؟ الفرق ان التقرير الالكتروني او الديجيتال سيجنتشر بيرلاي على تكنولوجي طبعا كلنا بنستخدمها وكلنا عارفينها اللي هي بابليك كي انفراستراكشر. الديترويت سيجنتشر اي حاجه ثانيه في الالكترونيك فورم بتعتبر الكترونيك سيجنتشر. اللي بيدي الايجنت بالنسبه للديجيتال سيجنتشر هو التكنولوجي، هو انه حاجه سكيور، هو انه ستاندرد، هو دي ريجليشن في كل العالم. فبالنسبه للكترونيك سيجنتشر احنا ممكن نلاقي ان الايمج اللي انت بتحطها على الايمج السيجنتشر بتاعتك اسمها الكترونيك سيجنتشر، بس مالهاش اعتراف، مالهاش حقيقه قانونيه في مصر. ممكن تبقى الايميل بتاعك او السيجنتشر بتاع الايميل ده ممكن بالنسبه لهم او بالنسبه للكترونيك سيجنتشر هو الكترونيك سيجنتشر بس الديجيتال سيجنتشر، ده برضه ملوش حقيقه قانونيه. الحقيقه القانونيه الوحيده هي الديجيتال سيجنتشر اللي هو الشهاده التوقيع الالكتروني اللي انت بتاخدها من شركه من شركات التوقيع الالكتروني في مصر. ده بس يعني البريف كده بنعرف او بنفرنشيت ما بين الديجيتال سيجنتشر اللي احنا في مصر وما بين الالكترونيك سيجنتشر اللي هو الامبريلا. الالكترونيك سيجنتشر برضه لو بنتكلم على ان في ثلاثه ليفلز من الالكترونيك سيجنتشر. عندي بيزك زي ما قلنا كده لو انا اسكنت التوقيع اليدوي بتاعي وحطيته على الوورد دوكيمنت او اي دوكيمنت انا محتاج ابعتها لحد فده اسمه بيزك سيجنتشر. ده بالنسبه لنا يعني اول حاجه مش ملوش حقيقه قانونيه وما اقدرش اثبت بيه الداتا انتجريتي ولا بتثبت بيه اي حاجه بتثبت بالتوقيع الالكتروني المصري او التوقيع الالكتروني اللي بيعتمد على شهاده التوقيع الالكتروني. تاني حاجه الادفانسد ديجيتال سيجنتشر او الكترونيك سيجنتشر ده ممكن يبقى هو مور سكيور شويه عن البيزك بستخدم فيه حاجه بتمثل الشخص حاجه زي البايومتريك حاجه زي او تي بي او حاجه كده. النوع الثاني ده كواليفايد ديجيتال سيجنتشر. كواليفايد ديجيتال سيجنتشر لازم فيه شرطين عشان نقول ان ده كواليفايد ديجيتال سيجنتشر. يعني ايه؟ اول حاجه ان الديجيتال سيجنتشر ده ليه شهاده كواليفايد. يعني ايه شهاده كواليفايد؟ شهاده صادره من احد الجهات المرخص فيها. في مصر احنا عندنا جهات هنعرف ده فلازم اول حاجه تبقى انت اخدها من حد تراست عشان كده اسمها كواليفايد ديجيتال سيجنتشر. ثاني شرط ان التول اللي انت بتستخدمها هي لازم تبقى كواليفايد. النوع ده بيعتمد قلنا زي ما قبل كده على بابليك كيتا ستراكشر. عندي مفتاح شخصي ومفتاح خاص. فالمفتاح الخاص بتاعك في الحاله الثالثه اللي هي كواليفايد ديجيتال سيجنتشر لازم يبقى في حاجه تول كواليفايد ديجيتال تول كريشن بايس زي عندنا سبار توكن وباشمهندس عمده هيوريها لنا شكل عامل ازاي. بالنسبه للايدنتيتي بتاعت الديزاينر في الحاله الاولانيه في البيزك ما بقدرش اثبتها. يعني ما بتشكل انا ما عملت لك حاجه فيها سكان من السيجنتشر بتاعتي فده معناها مش هو يعني ما بتسجلهاش 100%. في الحاله الثانيه الادفانسد في بروبابيلتي لو في فينجر برنت او في حاجه او تي بي اثبت ان انت الشخص ده يعني الراجل ده هو اللي سجل. في الحاله الثالثه الكواليفايد ديجيتال سيجنتشر وده المعترف او المعتمد في مصر هو بيبقى 100% اقدر اتشيك الايدنتيتي بتاع السايبر. تمام؟ والسنتسيتي طبعا في الحاله الثانيه الاولانيه مفيش سنتسيتي خالص ما بقدرش اثبتها. الثانيه والثالثه في اوثنتستي. الحاله الليجالي بقى طبعا ده اهم حاجه اللي بتدي ادفانتج للتوقيع الالكتروني المصري او الكواليفايد ديجيتال سيجنتشر ان الحاجه الوحيده اللي ليها ايكويفلنت او ليها ايكويفلنت للسيجنتشر بتاعتك اليدويه هو الكواليفايد ديجيتال سيجنتشر اللي انت بتاخدها من احلى شركات التوقيع الالكتروني. طيب هنا بقى ده كومباريزون حتى على مستوى الديجيتال سيجنتشر والبيبر سيجنتشر او الهاند ريتن سيجنتشر. طيب اول حاجه لما اجي اقول في الالكترونيك سيجنتشر الاوثنتسيتي. الاوثنتسيتي وده حاجه مهمه جدا بيثبتها التوقيع الالكتروني او الديجيتال سيجنتشر. انا ما ينفعش اعمل اكوبي السيجنتشر بتاعتك وده زي ما هنشوفها بعد كده في البروسيس بتاعه السيجنتشر بتبقى جزء اساسي من الدوكيمنت بتبقى اتاتش بيها. ما ينفعش اغير في الديجيتال سيجنتشر. لو اتغيرت ده ملف كبير حصل موديفيكيشن وده هيظهر في الفيريفيكيشن. الناحيه الثانيه لا لما اجي بامضي ممكن يحصل كورجنج على كورجنج للمانيوال سيجنتشر بتاعتي. الانتجريتي زي ما قلنا دلوقتي ان التوقيع الالكتروني بيبقى جزء اساسي منه من السيجنتشر اللي طالع هو الدوكيمنت بيبقى بيخش الدوكيمنت نفسها بتخش في البروسيس مع السيجنتشر بتاعتك مع البرايفت كي بتاعك.
فالانتجريتي بتاعت الدوكيمنت لو حصل ليها تغير في اي حاجه فيها بيحصل لها موديفيكيشن، وده بيبان في الفيريفيكيشن بروسيس وهيبان على كده. الناحيه الثانيه لا، انا عندي ورقه، الورقه لما بحط عليها التوقيع بتاعي انا ممكن احط في الورقه الاخيره او ممكن احط في ورقه، فممكن في النص يحصل انسيرتنج لاي اي 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 لتر او حاجه، فده مش 100% الداتا انتجريتي موجود في الهاند ريت سيجنتشر. النوربيديشن، لان النوربيديشن ودي من ضمن الحاجات المهمه جدا التوقيع الالكتروني بيحصلها. التوقيع الالكتروني برضه خلينا نقول انه بيؤدي ثلاث حاجات، الاوثنتيسيتي والنوربيديشن والداتا انتجريتي. النوربيديشن انا ما حدش يوقع بتوقيع الكتروني غير لما يكون استخدم الالات التوقيع الالكتروني الخاصه بيه هو اللي بتمثل له شخصيه. فمعنى ان انا قضيت بالتوقيع الالكتروني بتاعي بالتوكن بتاعتي بالبين بتاعي، معنى كده ان انا ما اقدرش اتنصل من التوقيع الالكتروني بتاعي. الناحيه الثانيه لا، انا محتاج اثبت ده عن طريق خبير ان نقول ان ده الشخص اللي مضى. تمام؟ بالنسبه للايدنتيفيكيشن انا ازاي اثبت ان السيجنتشر بتاعتي دي اللي انا وقعت بيها يدا او حتى على مستوى الالكترونيك سيجنتشر او الديجيتال سيجنتشر طبعا ده صح؟ انا عندي في الحاله بتاعت الديجيتال سيجنتشر دي عندي سيرتيفيكيشن اوثورتي، وده اللي بيثبت الاستيتس بتاع السيجنتشر بتاعتي از فاليد ولا نوت. الناحيه الثانيه لا، انا محتاج حد يبقى شاهد وشايف ان الراجل ده هو اللي عمل التوقيع اليدوي ده. بالنسبه للكومبوننت اللي احنا كده بنتكلم على بابليك انفراستراكشر از كومبوننت، وده التكنولوجي اللي الديجيتال سيجنتشر بيرلاي عليها، الكومبوننت الاساسيه اللي شوت بي موجوده في اي بي كي اي انفراستراكشر. بنتكلم اول حاجه على السيرتيفيكيشن اوثورتي، السي سيرتيفيكيشن اوثورتي ده الانتيتي المسؤوله ان هي تشو الديجيتال سيجنتشر بتاعك، هو ده اللي انا بروح اصدر منه شهاده توقيع، بيديني توقيع الكتروني، بيديني توكن، بيديني باسورد. تاني حاجه الريجستريشن اوثورتي، في بعض الاحيان وده طبعا يعني في مصر احنا عملنا كده، السي اي بيدي ديليجيشن للار ايز ريجستريشن اوثورتي، يعني مش شرط طبعا يبقى السي اي بيعمل ريجستريشن، ممكن ادي ديليجيشن للاثوريتي الثانيه انتيتي ثانيه ان هي تعمل ريجستريشن. الهدف هنا ايه؟ ان انا ابدا اتاكد من الشخص اللي جاي يطلع توقيع الكتروني، اتاكد انه شخص مواطن مصري ليه معاه بطاقه، واتاكد من الحاجات الفيزيكال بتاعته، بيست على ده بعمل له ريجستريشن، والريجستريشن بيبدا يكلم السي عشان يطلع له سيرتيفيكت اوثورتي. فده تاني كومبوننت. الكومبوننت الثالثه هي الفاليديشن اوثورتي، لان ده اهميه التوقيع الالكتروني او ديجيتال سيجنتشر، هو ان انا مش محتاج حد عشان يفاليديت السيجنتشر بتاعتي. انا عندي هو باي ديفولت لما بيجي لك انت حاجه سايت، اقدر انا كيوزر عن طريق الابلكيشن بتاعي يبدا يعمل فيريفيكيشن انستنتينس، وده اللي بيعمله الفي اي، بيعمل ده بميثودولوجيز هنشرحها بعد كده، حاجه اسمها سيرتيفيكيشن سي ار ان سيرتيفيكيشن ريفيكيشن ليست، وحاجه اسمها او سي اس بي. الحاجه اللي بعد كده المهمه طبعا اللي هو انا ممكن يبقى عندي سيرتيفيكيشن مانجمنت سيستم، وده احنا بنتكلم على السوفت وير اللي بيبدا يمانج السيرتيفيكيت لايف سايكل، وبيبدا يشوف الباسورد ويطلع حاجه يونيك بالنسبه لك، هو ده اللي بيعمل المانجمنت للسايكل كلها. ورابع حاجه او الحاجه الاخيره هي السيرتيفيكيشن بروسيس. البي كي اي از ستاندرد هو ريجليتد في العالم كله، ليه بيست براكتس، ليه ريجليشن، ليه بوليسيز. عشان اعمل جفرنس للانفورميشن او عشان اعمل جفرنس البي كي اي لازم يبقى عندي بوليسي. في عندي حاجتين مهمين جدا في البي كي اي هم اللي بيعملوا ريجيليشن وجفرمنتس الحته بتاعت البي كي اي، حاجه اسمها سيرتيفيكت بوليسي، ودي بتبقى هاي ليفل دوكيمنت تشرح ايه السيرفيس اللي السي اي ده بيقدمها، ايه الحاجات اللي هاي ليفل بتتعمل عن طريق السي اي، وايه شكل السيرتيفيكت، وايه الخدمات اللي هو بيقدمها. وعندي بعد كده سي بي اس اللي هو سيرتيفيكت ستيتمنت، سيرتيفيكت بوليسي ستيتمنت، ودي بتبقى اللو ليفل بقى ديتيل بتاع السي بي سي بي الاولانيه هاي ليفل، والثانيه بتتكلم عن الاوبريشن وازاي السي اي بي سكيور الانفراستراكشر بتاعته، ازاي بيحصل ترمينيشن، امتى بعمل ريفوكيشن، كل ده الجفرنس ده كله بيتم عن طريق البوليسي البوليسي السيرتيفيكت بوليسي. طبعا لو بتكلم حتى على مستوى الجفرنس برضه القوانين بتعمل ريجيليشن حاجه زي كده. انا عندنا طبعا في مصر وده هيبان بعد كده احنا قانون التوقيع الالكتروني صادر في 2004، من ضمن الحاجات برضه اللي بتعمل جفرنس للتوقيع الالكتروني او ديجيتال سيجنتشر، بس انا بتكلم هنا از جنرال على البي كي اي. طيب ده شكل اللايف سايكل بتاع السيرتيفيكت. احنا اتكلمنا على الكومبوننت، طب السيرتيفيكت بيتم ازاي؟ او اللايف سايكل بتاع السيرتيفيكت، اول حاجه بيبقى عندي حاجه اسمها روت سي اي، روت سيرتيفيكيشن اوثورتي، وده اللي بيبقى هوستد عندنا في كتير وهيبان بعد كده في الشكل ده. الروت سي اي بيبدا يصدر شهادات توقيع الكتروني او تصديق الكتروني للسي ايز. يبقى انا عندي المهمة الأساسية للروت إن هو بيصدر شهادة للناس اللي تحت السي إيز، ده إيش من سي اللي في النص ده اسمه إيش من سي، هو ده اللي بيتعامل مع الكاستمر، هو ده اللي بيتعامل مع السيتيزن، أو لو عندي جهات برضه بتروح له هو عشان يطلع لها ختم الكتروني، ده هيبقى البلد كده.
ده اول سايكل ان انا بصدر له هو شهاده توقيع الكتروني او تصديق الكتروني عشان هو يقدر يطلع شهادات توقيع الكتروني للكاستمر بتاعه. هو عنده زي ما قلنا قبل كده حاجه اسمها ريجستريشن اوثوريتي. ريجستريشن اوثوريتي ده انت ككاستمر او سبجكت بتروح تعرف نفسك وبيزد على البيانات بتاعتك بيعمل حاجه اسمها هو الار اي بيعمل حاجه اسمها سيرتيفيكت سايننج ريكويست. المعلومات اللي خدها منك اللي فيها رقمك واسمك والحاجات دي كلها بيكلم حاجه اسمها سيرتيفيكت سايننج ريكويست سي اس ار. سي اس ار ده عن طريق الاوفيسر اللي هو ريجستريشن اوفيسر ده بيبقى ساين. ولما تروح للسي اي مش اي حد برضه هيجي ريكويست للسي اي يبدا يطلع له سيرتيفيكت. حتى الانترنال بروسيسز بتاعه السي اس بتعتمد على البابليك كي ستراكشر. يعني البابليك كي ستراكشر عشان اتاكد من الاثنتيسيتي والداتا انتجريتي بتاعه الار اي اوفيسر. الراجل ده لازم يساين، لازم الراجل الار اي ده يساين على ريكويست. وبيست على ده هتاكد ان الداتا بتاعتك سليمه، الداتا جايه من اوثرايزد ار اي بالنسبه لي، هطلع لك سيرتيفيكت. السيرتيفيكت طبعا بتبقى موجوده على توكن، وبتبقى يعني طبعا السيرتيفيكت بتبقى مصاحبه ليها برايفت كي. البرايفت كي ده انا بستخدم فيه او بساين بيه على الدوكمنتس اللي انا محتاجها. فخلاص السبجكت دلوقتي او الاند يوزر بقى معاه اعداد التوقيع الالكتروني بتاعته، يقدر يساين بيها في اي بروسيس، ويقدر عن طريق الخدمات اللي بيقدمها السي اي ده عن طريق السي ار ان والروت سي اي برضه بيقدم نفس الخدمات سي ار ان وبروسيس بي، يبدا يعمل بيلدنج للتشين ويتاكد ان او انت لو جالك حاجه سايند من محمود مثلا عن طريق الشهادات سي ار ان والاو اس بي والحاجات بتاعت الروت سي اي برضه الاو اس بي والسي ار ان تتاكد ان الشهاده دي فاليد ولا مش فاليد. فده شكل البروسيس. طب انا جالي الراجل ده اتسرق منه التوقيع الالكتروني بتاعته، الراجل اللي هو السبجكت ده اتسرق منه الاف التوقيع الالكتروني او يعني حصل لها اتكسر، فبالتالي محتاج يعمل بروسيس ويعمل ريفوكيشن ايقاف لشهاده التوقيع الالكتروني بتاعته. ليها بروسيس طبعا كامله بيزد على الايدنتيفيكيشن بتاعه السبجكت. ببدا اعمل كسي اي ببدا اعمل ريفوكيشن للتوقيع الالكتروني بتاعه. بعد ما عملت ريفوكيشن ابديت الداتا بيز بتاعه السي اي ومنها بيشو نيو سي ار ان عشان لو اي حد اتعامل على شهاده التوقيع الالكتروني بتاعتك يبقى عارف ان دي موقوفه وما يتعاملش معاها، يشيشو سي ار ان ويابديت البروسيس بي برضه از ريفرنس. خلينا بقى نخش على احنا كده كنا اتكلمنا يعني جينيريك في البي اي اللي هي التكنولوجي الاساسيه اللي احنا بنعتمد عليها في التوقيع الالكتروني. هنتكلم على الديجيتال سيجنتشر المصري بقى. التوقيع الالكتروني في مصر احنا موجودين من 2004 بقانون وكان في لائحه تنفيذيه 2005 عشان تنظم عمليه التوقيع الالكتروني. طبعا التوقيع الالكتروني مهم جدا في مصر عشان يعني الديجيتال ترانسفورميشن هو حاجه اساسيه والتجاره الالكترونيه والمعاملات الالكترونيه هو ده الهدف من التوقيع الالكتروني. وانا اسكيور الترانزاكشن اسكيور الاي كوميرس يبقى عندي اوثنتيكيشن ابدا انا كيوزر ابدا استخدم التوقيع الالكتروني بتاعي ويبقى ليه حجيه قانونيه نفس الحجيه القانونيه بتاعت الامضاء اليدويه بتاعتي. دي ده هي ريجليتور. احنا في مصر عندنا ريجليتور بتاع التوقيع الالكتروني هو هيئه تنميه صناعه التكنولوجيا والمعلومات وبتنظم عمليه التوقيع الالكتروني عن طريق حاجات او ثلاث حاجات مهمه جدا. اول حاجه هي تصدر ترخيص التوقيع الالكتروني. الشركات اللي حابه تتعامل في التوقيع الالكتروني بتبدا تخش بيبقى في تندر او بيبقى في ايفالويشن للشركات. لو طبعا في ديماند للتوقيع الالكتروني وده اللي حاصل قبل كده بيحصل ايفالويشن للناس وتشوف الريدنس بتاعتهم وتشوف الانفراستراكشر بتاعتهم بيبدا نشوف احسن ناس بتشتغل في التوقيع الالكتروني ويبدا يصدر لهم ترخيص توقيع الالكتروني. ده بقى ليه بقى كواليفايد بقى تراستد بالنسبه للتوقيع الالكتروني في مصر ان حد يروح يخش من التوقيع الالكتروني. دي اول حاجه اصدار الترخيص. دي ده بتصدر الترخيص. تاني حاجه هي اللي بتوصل الروس ايه؟ الروس ايه احنا بالنسبه لنا قلنا هو النقطه التراست هو اللي الكاستمر اللي طالعين تحت الباس دي عشان اتراسته لازم اتراسته عن طريق حاجه روت هو الروت بتاع مصر هو ده الوحيد اللي بيزد عليه بقول ان السيرتيفيكتس بتاعه الناس اللي تحت كلها فاليد ولا مش فاليد. فده تاني حاجه بتعملها جديده هو البوست روتس ايه. تاني حاجه طبعا احنا بنميك شور حتى على مستوى التكنيكال اسبكت بتاع الشركات والجفرنس بتراجع على الشركات اللي شغاله معانا في التوقيع الالكتروني بنميك شور ان هم بيكومبلاي مع البيست براكتس في البي تي اي والانفورميشن سكيورتي. بنعمل على طول اوديت عليهم شبه ثلاث كل صوره دوريه يعني ثلاث اربع شهور. وحاليا بنعمل على الشركات اللي شفت بقى كده الشركات دي بيزن على الاكسبيرينس اللي حصلت بعد كده الشركات دي بقى ليها اكستندد ار ايز. يعني قبل كده كنا الشركات دي اللي تحت كانت بتشتغل بس من الميل اوفيس. يعني انا عشان اطلع توكيل الكتروني لازم اروح لشركه من الشركات دي. الشركات دي هي عباره عن ايجيبت راست وعندنا ام سي دي ار
وعندنا فيكسد والدلتا الانظمه، وعندنا جهه شغاله مع الجهات الحكوميه هي وزاره الماليه. ده لو انا موظف حكومي اروح لوزاره الماليه، انا بيزنس او انديفيدوز بروح لشركه من الشركات اللي هي اللي قدامنا مع بعض. قبل كده الاستراتيجي بتاعنا او الاستراتيجي الجديده احنا اعتمدنا عليها ان احنا يبقى لينا كفرج في مستوى الجمهوريه، وده عن طريق ان احنا عملنا بارتنرشيب او انتجريشن ما بين السي اس دول وما بين الاوبريتور بتوعنا في مصر. عندنا كل شركه من دول ليها اجريمنت مع حد من الاوبريتورز، تيليكوم اوبريتورز، بحيث ان يبقى في تواجد بالتوقيع الالكتروني. لو حضرتك محتاج توقيع الكتروني مش محتاج اروح لام سي دي ار او ايجي تراست في القاهره، انا في محافظه من المحافظات خلاص انا هنزل لاي فرع من الفروع بتاعه الاوبريتور، ببدا اعرف نفسي ان انا محتاج اطلع توقيع الكتروني، وده اسمه اكسل رقمي، وده محتاج حاطين له جايد لاينز طبعا از بير السيرتيفيكيشن، وبنراجع على الحته دي. الرول المهمه جدا اللي بقى لها برضه جديده، لو انا هنا بتكلم على لوكال ديجيتال سيجنتشر والريكوجنيشن بتاعتي برضه لوكال ديجيتال سيجنتشر. طب ماذا لو ان احنا بحتاج اعمل تعاملات مع دول بره مصر في التوقيع الالكتروني؟ يعني في اليدوي ممكن يبقى في جهات، بس في التوقيع الالكتروني برضه في حاجات، في سيرتيفيكيشن، في جايد لاينز، وفي بروسيس بتتم او بتتم بنمشي فيها كروت هنا وكروت هناك، بحيث ان انا اعمل حاجه اسمها كروس ريكوجنيشن او كروس سيرتيفيكيشن. كروس سيرتيفيكيشن بتدي الحق او بتدي التراست للناس اللي هنا، الناس اللي طالعه من الشركات بتاعتنا، ان هي تقدر تتعامل مع جهات اخرى في مثلا الاتحاد الاوروبي. لو انا عامل معاه كروس ريكوجنيشن يبقى ليه نفس الحجيه القانونيه وليه نفس الليفل من التراست. فده الدور اللي احنا بنعمله في الجديد. طيب لو هنخش بقى الديبس كده في التوقيع الالكتروني، ايه الحاجات اللي احنا بنقدمها او ايه هي خدمات التوقيع الالكتروني وايه اهميتها؟ اول حاجه هي اول خدمه اساسيه هي التوقيع. انا عايز اوقع، ما ينفعش يبقى انا عندي الكترونيك انفايرمنت ومحتاج اطبع الورق عشان اوقع عليها. هو ده كان الهدف من التوقيع الالكتروني، ان انا اعمل انيبل للديجيتال ترانسفورميشن. عندي سيستم كامل الكترونيك، يبقى انا محتاج ازود عليه التوقيع بتاعي اللي انا بوقع عليه التوقيع الالكتروني عشان اكمل السايكل كامل. فده بيتعامل او بيقدم ايه زي ما قلنا؟ ثلاث حاجات طبعا غير التايم سيفنج والحاجات اللي هنتكلم عليها، حتى بتاع الديجيتال ترانسفورميشن. التوقيع الالكتروني هو اول حاجه كونسنتيسيتي، ان التوقيع ده بيجي لي من شخص زي محمود الفاعل، فانا بتاكد عن طريق السيرتيفيكت بتاعته ان هو الوحيد اللي ساين، هو الوحيد بالبرايفت كي بتاعه اللي عمل التوقيع الالكتروني ده. فكده اسمها كونسنتيسيتي. نون ريبيتيشن زي ما قلنا قبل كده، ان محمود ما يقدرش يتوصل من التوقيع بتاعك، انه خلاص البرايفت كي بتاعك التوكن اللي معاك اللي انت الوحيد اللي ماسكها، اللي انت الوحيد اللي بتستحوذ عليها مع البين بتاعك، هو الوحيد اللي عمل السيجنتشر دي، واللي بيتراست ده او بيفيرفاي ده او اللي بيقدم ده هو السي اي اللي انت اخد منه التوقيع الالكتروني وروت سي اي. رابع حاجه او ثالث حاجه الداتا انتجريتي، البروسيس بتاعت السيجنتشر زي ما قلنا هنبان بعد كده بيخش فيها الدوكمنت. اي دوكمنت انت بتحاسب بيها بتبقى جزء اساسي منها هو التوقيع. فلو غيرت في الدوكمنت اللي انت عملت عليها السيجنتشر حصل التريشن، خلاص الناحيه الثانيه هيعرف ان انت حصل فيه لعبه في السيجنتشر، فالسيجنتشر باظت. فدول ثلاث حاجات اساسيه اللي بيقدمها التوقيع الالكتروني. دي اول خدمه، خدمه التوقيع والبروسيس بتاعتها بمنتهى البساطه. ده دوكمنت انا عايز اعمل عليه، الدوكمنت هنا ايا كان نوعها، ايميل، كونتراكت، انفويسز، اي حاجه حضرتك عايز تمضي على اي حاجه وتبعتها. عندي ابلكيشن بتاع التوقيع الالكتروني عندي على الديسكتوب بيعمل حاجه اسمها هاش فانكشن. طبعا كلنا عارفين هاش فانكشن مهمه جدا في التوقيع الالكتروني. هاش فانكشن هي وان واي انكربشن، الدوكمنت دي بتخش بيبقى الاوتبوت بتاعها هاش فاليو زي ما احنا شايفينها 256 بت على حسب طبعا الشغل اللي انت مستعملها. ال 256 بت دول بخشوا سيماتيكال اكويشن او انكربشن عن طريق الانكربشن تكنيك اللي احنا بنستخدمه الار اس اي مثلا مع البرايفت كي اللي موجوده عندك على التوكن. قلنا انا معايا التوكن بتاعتي اللي عليها البرايفت كي بتاعتي بيمثلني. لما بحط التوكن ويحصل سيماتيكال اكويشن معها او الانكربشن تكنيك ما بين الهاش فاليو وما بين البرايفت كي اللي موجود عندك، وده ما بيتمش غير على الاداه بتاعتك. يعني عمليه الديجيتال سيجنتشر دي او الساينينج دي بتتم جوه التوكن، التوكن بتاعتك اللي موجوده اللي انت اخدتها من السيز دي. في الاخر هيطلع الديجيتال سيجنتشر. الديجيتال سيجنتشر دي بتبقى امبيدد جوه الايه؟ جوه الدوكمنت الاوريجنال دوكمنت. الاوريجنال دوكمنت هي عباره عن اوريجنال دوكمنت ومعاها جزء ممكن يبقى فيه سوفت وير بيبين لك السيجنتشر دي، بس بيبين لها بس فيجوال، لكن هو في الاخر هو انكريبشن. فبالتالي هو جزء اساسي من الدوكمنت هو الديجيتال سيجنتشر. ده كده انا عملت ساين، كده انا بعت لك بقى الميل بتاعي ساين الاسم، او بعت لك العقد اللي هو ساين الاسم، او بعت لك اي نوع من انواع الفايل ده ساين. المرحله اللي بعد كده ان حضرتك جالك الديجيتال سيجنتشر. ساين الاسم، 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 ساين ال
سايند دوكيمنت ده جاء وحضرتك عايز تتاكد ان محمود اللي عمل الوكاله برضه نفس البروسيس. انا عندي دوكيمنت فيها ديجيتال سيجنتشر الدوكيمنت الاوريجينال تخش في هاش فاليو نفس الهاش فاليو اللي هناك او سوري في هاش اكويشن او شاور 56 بطبع الهاش فاليو اللي فوق دي نفس اللي حصلت هناك طبع الهاش والسيجنتشر نفسها اللي حضرتك عملتها بتخش بتحصل لها ديكريبشن عكس اللي حصل هناك انت عملت انكريبشن برايفت كي انا هعمل ديكريبشن بالبابليك كي بتاعك اللي هو بابليك الناس كلها عارفاه سيرتيفيكت بتاعتك فيها البابليك كي بتاعك هطلع هاش فاليو يبقى انا هنا عندي هاش فاليو وهاش فاليو لو حصل تغيير في التوقيع الالكتروني او في الديجيتال سيجنتشر بيبان هنا خلاص الفاليو دي ما بقتش نفس الهاش فاليو اللي موجوده هناك فخلاص ما بقوش ايكوال كده بالتالي السوفت وير لو انت هتقدر تتاكد ان التوقيع الالكتروني ده مش هو التوقيع في حاجه طبعا في ميثودز ثانيه بتتاكد فيها الديجيتال سيجنتشر وده هيبينها باشمهندس محمود في السيرتيفيكت وبيلنج تشين والاكسبايري والحاجات دي كلها هيبان في الديمو اللي هيعرضه ان شاء الله في الادوب اول ايه خدمه من خدمات التوقيع الالكتروني هو الختم الالكتروني يعني احنا لغايه 2020 قبل اللائحه اللي حصل لها تجديد ما كانش عندنا الكونسيبت بتاع الختم الالكتروني ما كنا بنشتغل بس توقيع الكتروني الفرق ايه هم هو نفس الحاجه نفس السيرتيفيكت نفس التكنيك اللي بنعمل عليه هو بابليك كي فانكشن بس هو الحاجه الوحيده انه ده بيمثل شخص اعتبار يعني الختم الالكتروني بيمثل جديده نفسها او بيمثل جهه من الجهات الحكوميه او بيمثل شركه من البيزنس انا عايز استخدم اسم الختم اللي هو زي الختم ده عايز اطلع له الترونج سيجنتشر او ديجيتال سيجنتشر هو ده كان الهدف مني بستخدمه ليه هنا؟ بستخدمه عشان اثبت للسيستم ان ده طالع من السيستم بتاع الشركه دي او الجهه دي او الكيان ده وتاني حاجه ده كان تجربتي زي برضه موضوع الكاليفروني ما حصلش الانفويس اللي طالع من الاي ار بي سيستم بتاع الشركه دي فودافون او اي حاجه شغاله مع درايف ما حصلش موديفيكيشن على الانفويس من بعد ما حصل عليها ديجيتال سيك ديجيتال سيك كونسيبت احنا حاطينه في 2020 وده يعني من ضمن الحاجات الرئيسيه في المشروع بتاع الفاتوره الضريبيه لو حد من عندنا شغال او شركات شغاله في مشروع الفاتوره الضريبيه كان من ضمن الحاجات اللي عملت انيبلمنت لموضوع الفاتوره الضريبيه هو الخدمه نفس البروسيس طبعا بيتم زيه بتاع زي التوقيع الالكتروني الخدمة التالتة المتقدم في التوقيع الالكتروني وده بيقدمها روت سي اي وبيقدمها وده طبعا هنشوفه في ديمو بيقدمها برضه السيرتيفيكيشن اوثورتيز في مصر هو التايم ستامب. التايم ستامب من الخدمات اللي لسه برضه يعني ريسنتلي في 2020 بقى ليها حقيقة قانونية بالذات يعني انا لو عملت على اي دوكيمنت خدت تايم ستامب من روت سي او اي شركة من شركات التوقيع الالكتروني كده انا ضمنت حقيقة قانونية وضمنت عليها الداتا انتجريتي بالذات مش محتاج توقيع ده يوز كيسز كامله في شركات التامينات بيبقى التايب بالنسبه لهم كريتيكال فما بيحتاجش توقيع الكتروني بيستخدم التايم ستامبس هو الهلال بيديله الداتا انتجريتي وبيثبت ان التايم ده اكيد طبعا كروت سي اي او الشركات عندنا الجي بي اس عندنا سنوات زيرو عندنا سي اي طبعا او تايم ستامب ممكن تقول بحيث ان السيجنتشر بتاعته لما تجي لك تعرف تفيريفاي الديجيتال سيجنتشر اللي على طيب تتم ازاي طبعا نفس فكره الهاش بتاخد الداتا بتاعتك بتبعت الهاش بتاع للتايم ستامب كوني هنا بتكلم على روت سي اي او شركه من الشركات اللي عندها تايم ستامب والتايم ستامب او التايم اوثورتي او الاس اي بيبدا يحط التايم ويكونكت الاثنين مع بعض وبيبدا يساين الاثنين في البرايفت كي بتاعه هو بحيث ان الداتا بقت طالع عليها الهاش اللي انت جبته عليها التايم اللي انت خدته وساين بالتي اس اي لما بتوصل لاي حد تاني خلاص التي اس اي ده هو التايم ستامب بتاع مصر فتراست لغايه الروح طب شركه مش شركات برضه تراست لغايه الروح انت ممكن تروح ليه للمحكمه ممكن تبقى يعني تعمل بيه بزنس بحيث ان هو بقى ليه حقيقه قانونيه زيه زي التوقيع طبعا في ناحيه الفيريفيكيشن هيتم زي التوقيع كلها بيزد على البابليك كي انفراستراكشر الخدمه الرابعه اللي بيقدمها شركات التوقيع الالكتروني ودي خدمه مهمه جدا حته الستيتس انا محتاج ادي فيدباك للكاستمر على الشهاده اللي انا بتعامل معاها دي هي ريفوك ولا فاليد ولا يعني الحاله بتاعتها ايه عشان ابدا اتواصل ده بيتم عن طريق الاونلاين ستيتس سيرتيفيكت والكول اس بي ومن اسمه هو يعني بيبقى انستنتينيس تشيك يعني ايه انستنتينيس تشيك انا محتاج اروح للسي اي
اللي هو هنا ممكن يبقى تراست سيرفر بروفايدر من الشركات او نوت ايه اتاكد من حاله الشهاده. والريسبونس بتاعه بيبقى اما انا بقول ان الشهاده بتاعتك اللي انت بتتعامل معاها دي جود خلاص بروسيد او ريفوك، هي طالعه من عندي بس بس ريفوك عامل ايه كفر ما تعملش، او امون الشهاده دي اسمها اسمها يا نوت ايه اسمها، بس هي اللي تشيكس بتاعنا مش طالعه من نوت ايه، مش طالعه من التشيكس بتاع نوت ايه، مش طالعه من بالبروسيس بتاعت الروتين، فبالتالي دي الميكرات بتاعتك عموما. طبعا البروسيس دي كل احنا بنتكلم عليه طبعا السيجنتشر طبعا ده كله بيبقى ساين، يعني كل حاجه برضه بيزد على البابليك كي انفراستراكشر تبدا تتراست تبدا تريفاي التوقيع الالكتروني بتاع البروسيس بي نفسه، الريسبونس اللي جاي البروسيس بي بيبقى ساين للبروسيس بي، انا ببقى كروت ايه بيطلعه هو يا اما بيملك المدى بالسي بتاعي يا اما بيبقى ليه ريسبوندر خاص بيه اس دي ريسبوندر، بيبقى ليه برضه برايفت كي بيبدا يساين على البروسيس. الخدمه اللي بعد كده ودي يعني شويه هي نفس فكره الاس بي بس هنا اسمها سيرتيفيكيشن ستاتس بروتوكول او فيريفيكيشن ليست، هنا دي ليست ما بخش على الداتا بيس بتاعت السي اي دي بيبقى تبقى ليست ببلش عن طريق السي اي او سي اي، بيبقى فيها كل السيريالز نمبر بتاعت السيرتيفيكتس اللي حصل لها ريبوكيشن، فانت عليك بس كل اللي بتعمله سوفت وير بتشيك. طبعا كل الداتا دي بتبقى موجوده في سيرتيفيكت في حاجه اسمها اكسس ديستريبيوشن بوينت ده معمول لها بيانا، انت عليك تاخد اليو ار ان ده بتاع السي ار ال تعمل داونلود وتبدا تشوف السيريال نمبر او السوفت وير اللي بيعمل كده، طبعا اكشلي بيبدا يتشيك السيريال نمبر بتاعت السيرتيفيكت اللي حضرتك بتتعامل معاها هل هي فاليد ولا مش فاليد او موجوده جوه السي ار ال دي ار ال، كل حاجه من دول ليها استخدام، يعني سيرفر بيبقى ليها يعني اكسبايري تقعد ساعه او تقعد على حسب طبعا الريديش، بالتالي الاستراتيجيز على حسب الابلكيشن والكريتيكاليتي بتاعته بنبدا ديزاين الابلكيشن بتاعنا ان هو يستخدم انهي نوع من انواع الستيتس بروتوكول اي ما سي ار ال. ده هنا بقى بعد كده بنتكلم على الريجيليشن والبوليسيز، ثانية ممكن نبدا بس ناخد ديموز الاول كده ازاي بتساين بي دي اف وبرضه حاجه سيرتيفيكت اكسباير وحاجه ريفوك وحاجه فاليد ساين على اوت لوك ونساين على وناخد تايم ستامب ناخد تايم ستامب من الام سي اي على على ادوب انتربرايز فايل، وبعد كده نبدا نرجع تاني للريجيليشن والبوليسيز اللي بتنظم عمليه الكارت محمود اللي كان طبعا هيقدم الديمو. هو بس في حد عنده سؤال قبل ما اخش في الديمو؟ هو موجود يعني الانديفيدوال بتروح تاخد توكن الكوربريت على حسب السايز بتاع الترانزاكشن بتاعه، يعني دلوقتي انا شركه كبيره زي فودافون التوكن ده ليه تي دي اس ترانزاكشن في سكند معين ممكن تقول في كل ثانيه بيعمل ترانزاكشن، في حاله الكوربريت الكبيره ده مش هينفع فلو عامل فواتير كبيره فبحاجه دي حاجه اسمها هارد وير سكيورتي موديول اتش اس ام، اتش اس ام بيبقى حاجه زي التوكن بس عليها برايفت كي بتاعك بيمثل فيها بس البرفورمانس بتاعه بيبقى اعلى، نفس الكونسيبت نفس الكونسيبت بتاعك لو هي شركه صغيره انا عايز شركتي بس محتاج لها خدمه انا محتاج خدمه تكون شركتي مش شركه صغيره الترانزاكشن بتاعتي مش كبيره ممكن اروح اشتري توكن اشتري توكن صغير عليها برايفت كي بتاعك وعليها ديتا، فعلى حسب البرفورمانس اللي انت بتارجته على حسب البيزنس برفورمانس بتاعك موجود احدى الشركات الشركات دي طبعا ممكن تروح دلوقتي للفروع بتاع الريجوليتور اللي معاها وتبدا تطلع توقيع الكتروني التوكن اللي هو بيقول لك عليه التوكن ده لو بندينا في الجهه اللي احنا بنأكريديت التوكن ده مش اي توكن يشتغل في السوق المصري فده موجود ممكن تروح تاخده حضرتك ممكن لو انت شركه البرفورمانس بتاعتك تطلب اتش اس ام لو حضرتك عندك اتش اس ام هتجيب الورق بتاعه ونسبه ان ده بيكونفلاي معانا وماشي مع الستاندرد او لو حضرتك محتاج التراست سيرفيس بروفايدر اللي هو الشركات اللي عامله معانا توفر لك ده اتس اب تو يو يعني حد عنده اي حاجه ثانيه ممكن تفصل عنها؟ طيب يعني هو ده ما يرجعش يرجع تاني قبل ما اخش ولا توقفت ليه؟
طيب يعني قبل محمود برضه عمل محمود برضه يخش في الديمو يعني ده حاجه في ام سي اي طبعا احنا في اللايف سايكل بتاعه السيرتيفيكت حاجه اسمها السيلف سايكل السيلف سايكل دي بتصدر الروت بيصدر بيمضي على نفسه اسمها سيلف سايكل يعني سيرتيفيكت البروفايل بتاعها تلاقي ايش اوف 2 ايش ايش البار ايش الفرونت في الروت سي اس في العالم ما بيصدرش بيصدر بنفسه اسمها سيلف سايكل في كي سيرمي بيحصل بحيث ان انا بيبقى في اكسترنال اوديتورز وفي ويتنسز بيحضر اصدار المفتاح الشفري بتاع الروت سي ما ينفعش الروت سي بتاع مصر يبقى عنده طالع مطلع مفتاح شفري هيعتمد عليه عالم الناس الموظفين والانفراستراكشر بتاعتك بيبقى معمول يعني بطريقه مش اوفيشال عشان كده بطلع بنعمل حاجه اسمها كي سيرموني الكي سيرموني ده هو ده بيجيت ممكن نبدا في الديمو الكي سيرموني ده بنبدا يبقى بتصور عشان لو في اكسترنال اوديتور او سيرتيفيكيشن بادي ومنها بطلع شهاده اسمها سيلف سايز الروت ماضي على نفسه الروت بتاعنا بيبقى ماضي على نفسه وده بيحارب كل روت التحسين طبعا السي اس بيبقى انا ماضي على تايم كروس او ام سي ار وهو بيبقى ماضي على الكروس لكن الروت سي بيبقى سيلف سايكل ايه التوكن ده مهم جدا في حاجه بسيطه جدا ان هو بيهوست البرايفت كي بتاعك فالبرايفت كي بتاعك صفر اي بريتش ده معناه ايه؟ معناه ان حد ممكن يوقع بهايند يو اوكي؟ فاحنا عندنا النهارده التوكن ده من اكتر الحاجات اللي احنا كريجيليتور بنبقى مركزين فيها ان هو مفيش اي توكن ينفع يشتغل في السوق المصري عن طريق السيرفيس بروفايدرز بتوعنا اوكي لازم يكون سيرتيفايد فيبس ستاندرد او كومن كريتيريا ستاندرد اوكي وعدى الاكريديتيشن بروجرام بره مصر وجوه مصر عشان نتاكد ان التوكن ده سكيور ونقدر نستخدمه في مصر تمام التوكن ده خليني اعمله اتاشمنت ولوجي كده ونشوف الحاجات اللي اتشرحت بشكل علمي موجوده ازاي على التوكن وبعد كده نبتدي نستخدمها اوكي ده
احنا هنا على التوكن في 3 اوبجكتس. اول حاجه السيرتيفيكت، ثاني حاجه البابليك كي، ثالث حاجه البرايفت كي بتاعتها. تمام؟ السيرتيفيكت دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي بتحدد الايدنتيتي بتاعت الشخص. يعني احنا شويه الماثيماتكس بتوع البرايفت كي والبابليك كي دول بتوع محمود ولا بتوع باشمهندس خالد ولا بتوع باشمهندس احمد، يعني شويه ماثيماتكس هنا. اوكي، حصل لهم جينيريشن من السي اي. اوكي، ما يقدرش نحدد بيهم الايدنتيتي بتاعت اي شخص. احنا محتاجين حاجه نحدد بيها الايدنتيتي بتاع الشخص ونربط الكي بيرز بتوعه البرايفت كي والبابليك كي بالايدنتيتي بتاعته. فالسيرتيفيكت هنا وظيفتها ان هي فيها بيانات الشخص اللي نقدر، الوظيفه الاساسيه هي وظائف تانيه كمان. اوكي، بس دي الوظيفه الاساسيه بتاعتها ان احنا نقدر نحدد بيها الايدنتيتي بتاعت الشخص ونربط الايدنتيتي بتاعتك بالبرايفت كي والبابليك كي بتوعك. طيب، زي ما باشمهندس محمود ما شرح، البرايفت كي وظيفته ان انا بوقع على التوكن. النهارده لو انا جيت قلت لاي حد فيكم انا مفتاح الشقه بتاعك، حلو، بتفتح هو المفتاح ده اللي بتقفل بيه الباب وترجع تفتح بيه الباب تاني، صح؟ جيت انا قلت لك انا هقسم المفتاح ده نصين. اوكي، هقسم المفتاح ده نصين، نص الاولاني لو قفلت بيه الباب مش هتعرف تفتح بيه الباب، لازم تفتح النص التاني. اوكي، والعكس صحيح. تمام، وجيت سميت نص منهم قلت لك ان ده هيبقى اسمه برايفت كي والنص التاني هيبقى اسمه بابليك كي. اوكي، لو حضرتك جيت قفلت الدوكيمنت بتاعتك بالبابليك كي هتفتحه بايه؟ بالنص التاني البرايفت كي. اوكي، ولو قفلت الدوكيمنت بتاعتك بالبرايفت كي مش هتعرف تفتحها بالبابليك كي. طب انا هسال سؤال هنا بقى وانتوا مفروضوا عليا، يعني لو انا عايز احط الايدنتي بتاعتي على دوكيمنت اقول انا موافق على كل كلمه في الدوكيمنت دي، اوكي، وعاوز اثبت ده قدام القانون، هحط الايدنتيتي، هقفل الدوكيمنت بالبرايفت كي ولا بالبابليك كي؟ هقفل الدوكيمنت بالبرايفت كي اللي موجود عندي انا بس، ولا هقفل الدوكيمنت بالبابليك كي اللي موجود في كل حته في العالم؟ بالظبط كده، بالبرايفت كي. هو ده الطبيعي اللي انا بقفل الدوكيمنت بالبرايفت كي بتاعي اللي محطوط على التوكن واللي مفيش منه نسخه ثانيه، حتى عند السي اي ما عندوش نسخه ثانيه منه. اوكي، ومش بيحصل له اكستراكشن او اكستراكت من على التوكن اللي هو سيرتيفايد، بيضمن لك ان انت ما فيش حد يقدر ياخد التوكن البرايفت كي من عليه. تمام، لكن لو انا عملت العكس وقفلت الدوكيمنت بتاعي بالبابليك كي، ايه اللي هيحصل؟ هيكسر المحكمه او مش انا اللي وقعت البابليك كي ده موجود في كل حته في العالم، ومش انا اللي وقعت، موجود في السيرتيفيكت والسيرتيفيكت بابليك، مش انا الواقع. هيحصل هنا حاجه اسمها نون ريبيتيشن. احنا ضربنا واحد من اهم البيربس بتاع التوقيع الالكتروني. احنا قلنا البيربس بتاع التوقيع الالكتروني او اهداف التوقيع الالكتروني ايه؟ اوثنتيكيشن، انتجريتي، نون ريبيتيشن. النون ريبيتيشن اللي هو عدم التنصب، هو هيجي يتنصب قصاد المحكمه ويقول مش انا اللي وقعت. التوقيع الالكتروني بيعتمد على البرايفت كي اعتماد اساسي، لان انت مش هتقدر تتنصب قصاد المحكمه من توقيعك. تمام؟ طيب، البابليك كي وظيفته ايه؟ ان انا اتاكد منه زي ما باشمهندس محمود شرح لنا كده، وقعت على دوكمنت حضرتك بالبرايفت كي، افك انا تشفيرها بالبابليك كي بتاعك، اتفكت يبقى انت اللي وقعت فعلا، ما اتفكتش يبقى مش انت اللي وقعت. تمام؟ طب ايه اللي يربط البرايفت كي والبابليك كي بالايدنتيتي بتاعك؟ اللي احنا هنفتحها دلوقتي. دي السيرتيفيكيشن اللي ساين من ام سي دي ار، سيرتيفيكيشن اللي ساين من ام سي دي ار، اللي ساين من الروسي. اي حاجه في التوقيع الالكتروني لازم تتعمل بالتوقيع الالكتروني. اي ترانزاكشن او اي عمليه جوه التوقيع الالكتروني بتتعمل بالتوقيع الالكتروني. يعني ايه؟ يعني الروسي هي البرايفت والبابليك كي بتوعه، وام سي دي ار اللي هي السيرفيس بروفايدر او دلتا او فيكسد او بيشوت تراست او جاف سي ايه من البرايفت والبابليك كي بتوعهم، والاند يوزر هي البرايفت والبابليك كي بتوعه،
عمليه بتحصل جوه منظومه الطاقه الالكترونيه لازم تبقى موقعه الكترونيه. يعني حضرتك شايفها دي بتاعتي دي موقعه بالبرايفت كي بتاع السي اي بتاع الاو سي بي ار، والسيرتيفيكت بتاع الاو سي بي ار موقعه بالبرايفت كي بتاع الاو سي اي، وده اللي هيوضح في التشين اوف تراست. دي التشين اوف تراست اشبه الام سي بي ار، معنى كلمه اشبه من الام سي بي ار ان هي موقعه بالبرايفت كي بتاع الام سي بي ار، اشبه من الروت سي اي معنى ان هي موقعه اشبه من الروت سي اي او مستخرجه من الروت سي اي ان هي موقعه بالبرايفت كي بتاع الروت سي اي. تمام؟ طيب تعالوا نشوف الداتا اللي جوه السيرتيفيكت ايه؟ الداتا بتاع السيرتيفيكت فيه حاجات مهمه جدا، انا قلت هي استخدامها ان هي تحدد الايدنتي بتاع الشخص او تربط الكيز بتاعتك بالايدنتي. اوكي؟ وده هيظهر في اسمه سبجكت. اوكي؟ بس خلينا نمشي كده ونشوف هو السيرتيفيكت ايه فيها ايه مهم تاني. السيرتيفيكت واحده من اهم الكويس في السيرتيفيكت السيريال نمبر اللي هو تاني اتريبيوت. السيريال نمبر بتاع الشهاده مهم جدا في ايه؟ زي ما باشمهندس محمود ما شرح كده، اما لما حضرتك التوكن بتاعك يضيع منك او يتسرق منك زي الاي تي ام كارد بتاع البنك، فهتعمل ايه اول حاجه بتعملها مع البنك؟ بتروح رافع الموبايل بتاعك تتصل بالبنك تقول له وقف لي الاي تي ام كارد دلوقتي حالا عشان انت خايف على فلوسك ان هي ايه؟ تتاخد. تمام؟ طب مين اهم؟ كارت البنك ولا التطبيق الالكتروني؟ التطبيق الالكتروني اهم بكتير، في كل العالم التطبيق الالكتروني اهم، السكيورتي ليفل بتاع التطبيق الالكتروني اعلى من السكيورتي ليفل بتاع البنوك، لان في الاول وفي الاخر البنوك خسارتك خساره فلوس، لكن التطبيق الالكتروني خساره حاجات كتير جدا، انت ممكن تفقد ممتلكاتك كلها بيه، ممكن تدخل في قضيه بتنظر ويتحكم فيها، فانت عندك مشاكل اكبر من الفلوس ممكن تسببها التطبيق الالكتروني. بنفس اللي بيحصل في التطبيق الالكتروني. تمام. فهنا انت زي ما بتعمل مع البنك هتعمل مع شركات التطبيق الالكتروني اللي انت مستخرج منها التوكن ده. حضرتك انا مستخرج طلع الشهاده بتاعتي او التطبيق الالكتروني بتاعي او اداه التطبيق الالكتروني بتاعي من ام سي بي ار، هتصل بالكول سنتر بتاع ام سي بي ار اقول لهم اعرفهم بالايدنتي بتاعتي، هيتاكدوا منها بشويه اسئله، هيريفوك التوكن اونلاين وانا معاك وهو معاك على طول، هيعمل ريفوكيشن للتوكن بتاعك، معنى انه يعمل ريفوكيشن للتوكن بتاعك ان السيريال نمبر ده هيترفع على حاجه اسمها سيرتيفيكيشن سيرتيفيكيشن سيرتيفيكيت ريفوكيشن ليست سي ار ال. اوكي؟ بحيث ان لو حد اللي سرق التوكن ده او اللي حصل عليه حب يعمل عمليه تطبيق الكتروني الابلكيشن هيوقفه وفي ريفوكيشن ستيتس بتايم يقول ان السيرتيفيكت دي ريفوكت في التايم ده، انت قدام المحكمه اي حد او اي عمليه حصلت بعد التايم اللي اتعمل فيه الريفوكيشن انت مش مسؤول عنه. تمام؟ فدي واحد من اهم الاتريبيوتس اللي موجوده جوه السيرتيفيكت. بعد كده خلينا نمشي عليهم واحده واحده كده. في حاجات تكنيكال ممكن الناس ما تبقاش انترستد فيها زي الالجوريزمز المستخدمه في عمليه السايلنج الهاش الالجوريزم شاونتنس كابتنسين الانكريبشن الجوريزم ال ار اس اي 2048. نروح لواحد من الاتريبيوتس المهمه جدا في السيرتيفيكت، فاليد فروم وفاليد تو. فاليد فروم وفاليد تو. تمام؟ فاليد فروم وفاليد تو دي بيمنت تشيك بيحصل على السيرتيفيكت. لما حضرتك بتيجي تستخدم ابلكيشن التطبيق الالكتروني تاني تشيك بيحصل على السيرتيفيكت بتاعتك
الاكسبيريشن هي فاليد اصلا ان هي تستخدم ولا هي اكسبايرد. والاكسبيريشن شيب ده معظم الابلكيشن الديجيتال سيجنتشر بتعمله قبل عمليه التطبيق. يعني ايه؟ يعني لو شهاده اكسبايرد يمنعك اصلا من انك توقع. مهمة جدا هو السيرتيفيكت لان ده التاني تشيك بيحصل بيزد على المعلومات اللي موجوده جوه السيرتيفيكت. عندنا كده ان هو بيتشيك للتشين اوف تراست بيتاكد ان حضرتك الشهاده بتاعتك موجوده من الاوسي ايه، بيتشيك على الاكسبيريشن ديت، بيتشيك ان هي اكتف مش ريفوكت. دول الثري تشيكس اللي بيحصلوا على السيرتيفيكت. تمام. ازاي بقى بتاكد بيتاكد ان السيرتيفيكت بتاع حضرتك واصله للبوس ايه؟ كل سيرتيفيكت بيبقى جواها حاجه اسمها سبجكت كي ايدنتيفاير وسورس كي ايدنتيفاير. بعدين خطوه خطوتين سبجكت كي ايدنتيفاير وسورس كي ايدنتيفاير. الشهاده بتاعتي ليها او الكيس بتاعتي او الشهاده بتاعتي هي سبجكت كي ايدنتيفاير يعرفها. اوكي. لما بتقنطي من الاثوريتي من الام سي بي ار، الام سي بي ار هي كمان ليها سبجكت كي ايدنتيفاير. والام سي بي ار اللي اتنطت من الروت سي اي هي كمان الروت سي اي ده ليه سبجكت كي ايدنتيفاير. فهنا انا الشهاده بتاعتي السبجكت كي ايدنتيفاير بتاعها مين اللي ماضيها؟ السبجكت كي ايدنتيفاير بتاع ام سي بي ار. حضرتك هيتحط لي فين في السيرتيفيكت؟ هيتحط لي في الاثوريتي كي ايدنتيفاير تحت. ده الاثوريتي كي ايدنتيفاير اللي مر الشهاده ديت. الاثوريتي كي ايدنتيفاير اللي مر الشهاده. لو فتحت الشهاده بتاعت ام سي بي ار هلاقي ان ده هو السبجكت كي ايدنتيفاير بتاع ام سي بي ار. كده احنا خلصنا او نرجع للبوينت السبجكت. السبجكت قلت لكم ان احنا الشهاده بتاعتنا لازم يبقى فيها بيانات بتعبر عن اليوزر عشان نقدر نرجع الكيس بتاعته بالايدنتيتي. اوكي؟ اللي بيمثلها. فهنا الشهاده بيتحط فيها فيوز داتا كتيره منها السبجكت التايتل الاسم رقم البطاقه شغال فين التايتل الايميل بتاعك ايه. طيب الحاجات دي مهمه جدا مش بس عشان تربط الشخص بالكيس بتاعته. اوكي؟ لا في حاجه مهمه كمان جدا، في حاجه زي الميل. انا مش هقدر اساين على اي ميل ليا الا لو كان السبجكت بتاع السيرتيفيكت محطوط فيه الميل ده. يعني لو محطوط مش محطوط او محطوط اي ميل تاني لما اجي لوجن على الميل بتاعي مش هعرف اساين ولا ايميل. اوكي. وده اللي هنشوفه بشكل عملي على الاوتلوك. تمام. ده من الحاجات المهمه جدا اللي موجوده جوه السيرتيفيكت. ايه تاني موجود جوه السيرتيفيكت مهم؟ السي ار ال ديستريبيوشن بوينت. سي ار ال ديستريبيوشن بوينت كل شهاده تطبيق الكتروني لازم السي ال بيوديها يحط لها من ضمن البارامترز اللي هيحطها جوه السيرتيفيكت السي ار ال ديستريبيوشن بوينت. اليو ار ال السي اي اللي هو زي ام سي بي ار رافع عليه السيرتيفيكت ريفيكيشن ليست. بحس لما تيجي تستخدم ديجيتال سيجنتشر تستخدمه عن طريق الابلكيشن عشان تساين او تفيريفاي. فالابلكيشن ده بيعمل ايه؟ بيعمل بارسنج للشهاده ديت وياخد اليو ار ال ده ويداونلود بيه السي ار ال. هنداونلودها دلوقتي مع بعض. اوكي؟ داونلود السي ار ال ويبتدي يشوف السيريال نمبر بتاعك اللي كان فوق بتاع الشهاده موجود جوه السي ار ال دي ولا مش موجود جوه السي ار ال دي عشان يسمح لك انك توقع او ما توقعش او عشان يفيريفاي التوقيع بتاعك. تعالوا ناخد اليو ار ال ده ونعمله داونلود كده. موقعة الكترونيا. فالسي ار ال ديت موقعه بالبرايفت كي بتاع ام سي بي ار.
دي اول حاجه. وفيها داتا نقدر نستفاد منها كتير جدا. تعالوا نشوفها كده. اول حاجه بتهم الناس التاب الثانيه اللي هي ايه؟ الريفوكيشن ليست. دي الريفوكيشن ليست السيريال نمبرز بتاعه الشهادات الملغيه وتوقيت الغائها، الريفوكيشن تايب الثانيه والريفوكيشن ريزون بتاعها ايه، تمام؟ بحيث ان الابلكيشن بتاع التوقيع الالكتروني لما يجي يتشيك الريفوكيشن ستيتس بتاعه السيرتيفيكت سواء وقت التوقيع او لو جالك او جالك سيجنتشر من اي حد وعاوز تفيرفاي سيجنتشر لازم تاخد السي ار ال ده ويبتدي يتشيك السيريال نمبر بتاع الشهاده بتاع حضرتك موجود ضمن السيريال نمبرز دي ولا مش موجود، تمام؟ لو موجود بيبتدي يتشيك التايم بتاع السيجنتشر، ما انت جايز تكون مضيت قبل ما يتعمل ريفيكيشن، فيتشيك التايم بتاع السيجنتشر فيرسز التايم بتاع الريفيكيشن. لو وقعت قبل ما تسجل في الريفيكيشن ليست ولو استطيعت مظبوط مفيش مشكله، لو وقعت بعد السيجنيشر دي انت معفنينها ومفيش مشكله، يعني انت اتعمل لك ريبورت والسيجنيشر بتاعتك دي مش فاليد لان انت كنت ملغي. في ابلكيشن بتفاليديت قبل التوقيع وتمنع اليوزر ان هو يقدر يساين ريبورت سيرتيفيكت، وفي ابلكيشنز ثانيه مش بتعمل ريفيكيشن تشيك او بتخليها اوبشنال او بتخليها مع الكونفجريشن انك تعمل تشيك او ما تعملش تشيك، بس ساعتها انا لو وقعت بريبورت بشهاده ريبورت ايه اللي هيحصل؟ هتيجي عند الناحيه الثانيه الريسيفر اعمل لها فيريفاي هتطلع ان السيجنشر مش فاليد. لو موقع بريفيكيشن سيرتيفيكت. وبالمناسبه احنا عندنا كومبتنس سنتر في التيلا بيعمل الابلكيشنز بتاعت التوقيع الالكتروني معظم او كل المشاريع القوميه في مصر شغاله بالابلكيشنز دي زي منظومه الضرائب زي منظومه الجمارك زي هيئه قنوات السويس وبياخد اعلى معايير الامان اللي تضمن حقوق الناس في عمليه التوقيع الالكتروني. طيب دي بالنسبه للسي ار ال. ايه الداتا الثانيه اللي موجوده جوه السي ار ال؟ مين الاشور بتاعها؟ والاشور ده مش بيتحدد بالنين بس، بالدي ان الديستنجوش نيم بتاع الاشور ده برضه نفس الكلام بيتحدد بالاثورتي كي ايدنتيفاير. مين اللي مضى الشهاده دي؟ الاثورتي كي ايدنتيفاير هو السبجكت كي ايدنتيفاير بتاع السي اي اللي مضى الشهاده دي. خليني افتح لكم الشهاده بتاعت ام سي دي ار. اوكي دي الشهاده بتاعت ام سي دي ار ده السبجكت كي ايدنتيفاير بتاع ام سي دي ار. تعالوا نراجع كده. السبجكت كي ايدنتيفاير بتاع ام سي دي ار اوكي راجعوه مع الاثورتي كي ايدنتيفاير بتاع السي ار ال. هتلاقي ان ام سي دي ار عشان وقعت على السي ار ال دي هتسجل في السي ار ال ان الاثورتي كي ايدنتيفاير بتاع السي ار ال دي هو بتاع ام سي دي ار. الشهاده بتاعتك موقعه من السي بتاع ام سي دي ار هتلاقي في الشهاده بتاعتك الاثورتي كي ايدنتيفاير ايكوال السبجكت كي ايدنتيفاير بتاع ام سي دي ار وهكذا لغايه ما نوصل للروت. يعني لو فتحت لكم الشهاده بتاعت الروت ايه هتلاقوا نفس الكلام بيتكرر ان الاثورتي كي ايدنتيفاير الاثورتي كي ايدنتيفاير اللي مضى الشهاده بتاعت ام سي دي ار دي هو السبجكت كي ايدنتيفاير بتاع الروت سي. طب مين اللي مضى الروت سي عشان يبقى هو ده الاثورتي كي ايدنتيفاير بتاعه؟ الروت سي في كل حته في العالم سيلف ساين سيرتيفيكت. السبجكت هو اللي بينجي نفسه. السبجكت كي ايدنتيفاير بتاعه هو الاثورتي كي ايدنتيفاير. تمام؟ كده احنا ده التشين اوف تراست، كده الريفوكيشن ستيتس، كده الاكسبيريشن تشيك. ده الحاجات اللي بيحصل عليهم تشيك على السيرتيفيكت ان هي طالعه من الروت سي وان هي طالعه من سيرفيس بروفايدر طالع من الروت سي ان هي مش ريبوك ان هي مش اكسبايرد. تمام؟ طيب.
يس الشركه بتاعته الكي يوسج بتاعتها ايه؟ ديجيتال سيجنتشر، لان في اكثر من كي يوسج. اوكي، الكي يوسج بتاع السي بيبقى سيرتيفيكت سايننج، الكي يوسج بتاع الاند يوزر سيرتيفيكت ديجيتال سيجنتشر. تعالوا ناخد اكزامبل كده برضه من الشهادات على السيرفيس بتاعت الاو اس بي. خلينا نفتح شهاده ام سي دي ار. اوكي، دي شهاده ام سي دي ار. اوكي، اللي مرضيه من الروت سي. الروت سي بيقدم خدمه اسمها او سي اس بي، اونلاين سيرتيفيكت ستاتس بروتوكول. اونلاين سيرتيفيكت ستاتس بروتوكول دي هي بتقدم نفس الوظيفه بتاعه السي ار ال بس بشكل اقوى واسرع. ازاي بقى؟ الاو اس بي او الاو اس بي اونلاين سيرتيفيكت ستاتس بروتوكول هو من اسمه خدمه لحظيه. يعني السيرفيس بروفايدر بتاع حضرتك اللي طلع لك الشهاده ده بيمضي برضه بالبرايفت كي بتاع السي بتاعه حاجه اسمها اس بي الخدمه دي، ويبتدي يعمل بيرنج ما بين السي اي والاو اس بي، بحيث ان وانس انه طلع شهاده يبعتها للاو اس بي، وانس ان هو اصدر شهاده يبعتها للاو اس بي لحظيه، وانس ان هو عمل ريفوك للشهاده من قبل ما يطلع السي ار ال يبعتها للاو اس بي على طول، بحيث ان يبقى في سيرتيفيكت في ستيتس لحظيه. وانس انك بتعمل ريفوك لشخص بيتسجل في الداتا بيز بتاعت الاو اس بي. فالابلكيشن ده لو بعد حضرتك بثانيه واحده جه يتشيك على اليوزر ده في وقت التوقيع هيلاقي ان هو ريفوكت. طيب وده ايه الفرق ما بينه وما بين السي ار ال؟ السي ار ال بيبقى ليها فاليديتي تايم. خلينا نشوفه. السي ار ال بيبقى ليها افكتيف ديت ونيكست ابديت، يعني وقت الايشونس بتاعها امتى وهتكسفاير امتى. اوكي، السي ار ال ليها بوليسيز. يعني ايه؟ يعني ممكن سيرفيس بروفايدر يكون بيديت السي ار ال دي كل 12 ساعه. فانت لو حصل لحضرتك ريفوكيشن في خلال ال 12 ساعه دول، انت محتاج تستنى وقت الابديت بتاعت السي ار ال ده عشان تتبلش السي ار ال الجديده ينزل فيها السيريال نمبرز ايه الجديده اللي اتعمل لها ريبورت. لكن الاو اس بي اونلاين سيرفيس سيرتيفيكت ستاتس بروتوكول هي خدمه لحظيه، تقدر وانس انك عملت ريبورت والابلكيشن بين تشيك على حضرتك من الاو اس بي يلاقيك ريبورت فعلا مش محتاج ابديت. كده احنا خلصنا تقريبا دي السيرتيفيكتس والكومبوننتس اللي موجوده على التوكن. خلينا نبدا عمليه التوقيع الالكتروني. اوكي، الابلكيشن كلها بتستخدمه عشان نفتح اي بورتبل دوكيمنت فورمات بي دي اف. اوكي، اقوم موقع عليه استخدمه في اي حاجه بقى، بورشيسنج اوردر، ان دي اي، اوفر. حاضر، نوقع عليه ازاي؟ ببساطه شديده جدا هنفتح هنا تولز ونختار سيرتيفيكتس. تمام، تولز وسيرتيفيكتس. ظهر لي تو بوتونز، ديجيتال ساين، تايم ستامب. اوكي، استخدم انا الديجيتال ساين عشان عاوز اوقع الدوكيمنت ده بالتوكن بتاعي. اوكي، طيب عاوز تحط التقرير بتاع حضرتك فين؟ هنحطه هنا بس فقط شكل بس. اوكي،
طيب تعالوا كده نفيو ديتيلز نشوف الادوب بيعمل ايه لما بيلاقي سيرتيفيكت عاوزين نوقع بيها وتوكن اتاتش للجهاز وعاوزين نوقع بيه. فيو ديتيلز اول حاجه عملها الادوب انه راح عمل بيلد التشين عشان يتاكد ان هي من تراستد روت سي تمام. دي اول حاجه عملها. طب تاني حاجه عملها ايه؟ ابتدى يشوف الاستيتس بتاع كل سيرتيفيكت في التشين. يعني ادي السيرتيفيكت بتاعتي اللي انا هوقع بيها، راح على السي ار ال عمل لها داونلود بتاع الام سي دي ار، اتاكد ان السي ار ال دي ممضيه من ام سي دي ار سي اي فعلا، واتاكد ان السيريال نمبر بتاع الشهاده بتاعي مش موجود في السي ار ال بتاع الام سي دي ار، راح عامله صح. خلص كده لا هيبتدي بنفس الهيراركي يوصل لغايه الروت سي اي تمام؟ فيروح للام سي دي ار سيرتيفيكت ويتشيك الاستيتس بتاعتها. زي ما قلت لكم الروت سي اي بيقدم خدمه اسمها او اس بي اونلاين سيرتيفيكت ستاتس بروتوكول. راح الادوب واخد السيرتيفيكت بتاعت الام سي دي ار دي ورايح بريكوست عامل ريكوست على الاو اس بي سيرفيس ورجع بستيتس من الاو اس بي سيرفيس ساين الاستيتس دي. حتى زي ما قلت لكم في اول الديمو ان كل العمليه بتحصل جوه التوقيع الالكتروني موقع الكترونيا. يعني حتى الاستيتس اللي راجع من الاو اس بي دي سايند بالبرايفت كي بتاع الاو اس بي اللي هو طالع له شهاده ممضيه بالبرايفت كي بتاع الروت سي اي. فكلنا ودي فكره التشين اوف تراست ان محدش يقدر يكسر المنظومه. ليه؟ لان مفيش عمليه مش موقعه الكترونيا في المنظومه كلها. الشهاده موقعه الكترونيا، شهاده الاو اس بي موقعه الكترونيا، سي ار ال موقعه الكترونيا، نفس اللي بيتعمل في الهاشنج والانكربشن مع التوقيع العادي بتاع حضرتك بيتعمل مع كل ترانزاكشن جوه منظومه التوقيع الالكتروني. تمام؟ فراح الادو عمل تشيك على السيرتيفيكت بتاع ام سي دي ار، عمل لها بارسنج، طلع من الاثورتي انفورميشن اكسس اليو ار ال بتاع الاو اس بي، راح عمل تشيك على السيرتيفيكت دي، عمل تشيك على السيرتيفيكت بتاعت الاو اس بي ان هي ممضيه من الروت سي اي فعلا. وعمل تشيك على السيرتيفيكت ان هي مش روت. رجع عمل صح. تمام؟ فده كده تاني حاجة عملها، تاني حاجة عملها الأدوب. تالت حاجة عملها الأدوب من غير ما يوريها لنا إيه بقى؟ إن هو عمل تشيك على الإكسبايريشن بتاع السيرتيفيكت، إن السيرتيفيكت لسه بلد مش إكسبايرد. أوكي؟ وأنا هوريها لكم عملي بقى لما أستخدم إكسبايرد سيرتيفيكت. مش هيظهرها أصلاً. يعني لما أحط إكسبايرد سيرتيفيكت مش هيظهرها أصلاً. انك ينفع توقع بيها. طيب تعالوا نكمل عمليه الساينينج. هضغط على كونتينيو اوكي وهقول له ساين تمام. عاوز الملف الجديد ده يبقى موجود فين؟ هقول له على الديسكتوب. الباسورد بتاع التوكن بتاعك ده عشان اقدر استخدم البرايفت كي عشان اقدر اوقع على الملف ده. ودي نقطه مهمه جدا ان التوكن بتاع حضرتك سكيورد باكسس كنترول اللي هو الباسورد. طيب هنا السؤال بقى السؤال هنا بقى هو البرايفت كي بتاع حضرتك خرج من على التوكن راح للابلكيشن يساين الملف ده ولا الملف ده هو اللي راح للتوكن عشان يتعمل له عمليه سيجنتشر. لو احنا لو البروسيس ان البرايفت كي بيخرج من على التوكن يروح للابلكيشن عشان يساين عليه فكل اللي احنا بنتكلم فيه ده مش لازمه. يعني خلاص كده انتهى الموضوع. احنا هنا الاكريديتيشن بروجرام بتاع ناشونال انستيتيوت اوف ستاندرد في امريكا وفي ان سي ستاندرد يوروبيان تيليكوم ستاندرد انستيتيوت كومن كرايتيريا والاكريديتيشن بروجرام بتاع اتينا كل ده بيتعمل على التوكن عشان يتاخد موافقه عليه ان السيرفيس بروفايدر بتاعنا يستخدمه. عشان اهم بوينت في الموضوع كله ان البرايفت كي بتاع حضرتك مش اكستراكتبل، ما ينفعش يخرج من على التوكن. اوكي التوكن هو اللي عنده البروسيسنج بتاعه، هو اللي عنده البروسيسور تشيب اللي هي بروسيسور عليها ميموري ولطائف الميموري وعندها ميموري.
اوكي. والبي دي اف ده او الهاش بتاع البي دي اف ده هو اللي بيروح على التوكن عشان يتعمل له ساين بالبرايفت كي بتاع حضرتك، تمام. فدي بالنسبه لنا دي عمليه السيجنتشر. تعالى كده الدوكيمنت ده اتعمل له سيجنتشر واتبعت لاي حد، فاول حاجه هيعملها هيفتح الدوكيمنت هيشوف ايه؟ هيشوف ان الادب قال له ان الدوكيمنت ده سايند والسيجنتشر اللي عليه فاليد سيجنتشر، تمام. ممكن يحتفي بالمسج دي وممكن يحب يعرف تفاصيل اكتر بان هو يضغط على السيجنتشر نفسها فيشوف تفاصيل الفاليديشن اللي حصل على السيجنتشر دي ايه، تمام. ويقدر يشوف السيرتيفيكت اللي عملت سايننج على الدوكيمنت دي الديتيلز بتاعتها، تمام. فده عمليه التوقيع الالكتروني ببساطه شديده جدا على البي دي اف. طيب تعالوا نجرب كده ان احنا نستخدم ريفوكد سيرتيفيكت او اكسبايرد سيرتيفيكت اشيل التوكن بتاعي لانه فاليد طبعا. اول حاجه لما فتحنا السيرتيفيكت الاوبريتنج سيستم نفسه عمل عليها ايه؟ عمل عليها بص عشان ما تستخدمش على اي ابلكيشن على الاوبريتنج سيستم، زي مثلا لو هتعمل بيها فرضا يعني اكسس كنترول على ويب ابلكيشن بس مش هتصل لك في الانترنت اكسبلور لانها اكسباير، مش هتصل لك في فايرفوكس لانها اكسباير يعني ما ادالكش الاوبشن انك تعرف توقع بيها اصلا. عمل الفاليديشن ده في الفرونت اند ما طلعش السيرتيفيكت في الستور اللي ينفع الادوب ستور اللي ينفع توقع بيه اصلا، تمام. طيب خلينا كده نجرب بقى الريفوكد سيرتيفيكت ونشوف الادوب هيتعامل معاها ازاي. كونتينيو، تعالوا نشوف الادوب هيتعامل معاها ازاي من فيو سيرتيفيكت ديتيلز. راح اعمل ايه الادب؟ راح اعمل عليها warning واحط في الريفوكيشن ستيتس بتاعها ايه؟ ان هي ذا سيلكتد سيرتيفيكت هاز بين ريفوكت، ان هو عمل تشيك على السي ار ال بتاع السي اي اللي ايشو السيرتيفيكت دي وتاكد ان السي ار ال دي ممضيه بالبرايفت كي بتاع السيرفيس بروفايدر اللي مطلع الشهاده دي، والسي ار ال دي بتقول ان الشهاده دي ريفوكت ما ينفعش توقع بيها. طب لما حصل ده الادوب اداك اوبشن انك تساين؟ لا، لو حاولت تكمل مش هيكمل معاك، مش هيكمل معاك على التساين، خلى البوتن ده دنت ما تقدرش تستخدمه لان شهاده ريبورت. فده الثري كيسز بتوعنا، لو شهادة اكتف، لو شهادة ريبورد، لو شهادة اكسبير، الادوب بيتعامل معاهم بالشكل ده في عملية السيجنتشر. ابلكيشن سكيور نقدر نستعمله في الكوميرشال اوبريشنز بتاعتنا وفي حاجات كتير تانية كتير. واي دوكيمنت سايند بالادوب لو رحت لو حصل ديسبيوت او حصل طعن
او هيتحكم بيها بالديجيتال سيجنتشر في المحاكم عادي جدا، على عكس بقى القضايا اللي احنا بنشوفها في المحكمه الاقتصاديه، الايميلات اللي رايحه جايه ما بين الشركات وعاوزين يثبتوا بيها حجيه قانونيه، فما بيثبتش بيها حجيه قانونيه لان الايميلات دي مش موقعه الكترونيه، وده اللي هنشوفه في الاول دوك بعد كده في تاني سلوشن. options trust center settings email security add digital signature add digital signature to outgoing messages okay I'm going to check my checkbox levels okay okay واكمل اروح لل اعمل نيو ايميل و فرضا ان انا ابعته للبشمهندس محمود السعيد واقول له تيست ساين تمام تيست سن الاوتلوك هيتعامل معايا ازاي ساعتها؟ هيقول لي اديني البن بتاع التوكن بتاعك الباسورد بتاع التوكن بتاعك عشان اساين على الميل ده. خلصنا عمليه السيجنتشر، تعالى نشوف سنت بوكس سنت ايت. ده الميل اللي انا عملت له ساين. ده الميل اللي عملت له ساين على الاوتلوك. ظهر علامة حمراء كده ما بتظهرش في أي ميل لو مش سايند أوكي العلامة الحمراء دي بتقول لك إن الميل ده سايند تقدر تضغط عليها وتتأكد من الفيريفيكيشن والفاليديشن اللي حصل على السيرتيفيكت إن التوقيع ده بلد طالع من الروسي إيه مش ريفوت هنا التوقيع هنا بقى الإيميلات اللي رايحة وجاية ما بين الشركات دي قدام المحكمة يقدر يثبت بيها حق غير كده ما لهاش اي حجيه قانونيه. تمام؟ فلو شخص اعتباري او شخص عادي عاوز يثبت حقه اوكي عن طريق الايميلز عارف كده ان هو الشركه تقول تطلع خدمه الكتروني من سيرفيس بروفايدر او الشخص يطلع تطبيع الكتروني من اي سيرفيس بروفايدر والتعامل ما بينه وما بين الشركه الثانيه او ما بين الفرد الثاني عن طريق الايميلز او المراسلات الالكترونيه يوقعوها اوكي؟ فيقدروا يضمنوا حقوقهم لو ما هيحصل مشكله او لو رحت في ديسبيوت للمحكمه نقدر نثبت حقيقه ده المحكمه بتلتزم خبير من هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات يفحص القضيه دي بيقدر يشوف الملفات كلها يقدر يشوف المراسلات الالكترونيه اللي مدرجه في ملف القضيه ده فيقدر يثبت حقيقتها وكل واحد يقدر ياخد حقه عن طريق التوقيع الالكتروني تمام اخر سيرفيس موجوده عندنا اللي احنا اتكلمنا عليها التايم ستامب باشمهندس محمود السعيد شرحها معانا ان احنا عاوزين نحط التايم ستامب نقول التوقيع ده اتوقع امتى اوكي او اتوقع امتى مش اتوقع بس او اتوقع بيزد على الوقت التايم بتاع الماشين اتوقع امتى ف
فدي خدمه بتقدمها الروم سي وبيقدمها السيرفيس بروفايدرز تايم ستامب ليه برايفت كي وبابليك كي وليه سيرتيفيكت مرضيه من الروم سي اللي بيقدم الخدمه او السيرفيس بروفايدر لو هو اللي بيقدم الخدمه بيبقى ليها يو ار ال تقدر تساين الدوكمنت ويز تايم ستامب بحيث انك تثبت ان توقيعك الالكتروني ده كان يوم 18/9 الساعه 12 الظهر مثلا. اوكي دي استخدامات كثيره التايم ستامب. واحده من استخداماته شركات التامين ان هي تثبت ان وثيقه التامين صدرت في اليوم ده في الساعه دي. اوكي وليه استخدامات ثانيه كتير يعني غير كده. خلينا نجرب ونشوف على الادب تايم ستامب تعمل ازاي. تايم ستامب على الادب دي برضه كونفيجريشن بسيط جدا. edit references signatures timestamp document timestamp. اوكي وادوس اعرف نمو بحط ال URL بتاع التايمستامب بتاع التايمستامب السيرفيس اللي انا هستخدمها بتاع سواء بتاع روت سي اي سواء بتاع سيرفيس بروفايدر. انا معرف عندي اثنين تايمستامب واحد منهم هو بتاع روت سي اي تمام ونخليه هو الديفولت تمام بحيث لما اجي احط التايم ستامب على الدوكيمنت دي اهو تايم كده انا حطيت تايم ستامب على الدوكيمنت دي هقدر افتح الدوكيمنت هيقول لي ايه؟ هيبقى لي السيجنتشر بتاع التايم ستامب ان هي ممضيه بالبرايفت كي بتاع التايم ستامب وان السيرتيفيكت بتاع التايم ستامب ممضيه من الروت سي اي او من سيرفيس بروفايدر طالع من الروت سي اي وان السيرتيفيكت دي فاليد مش اكسباير مش بوك. اوكي وايه والتايم بتاعها ان هي مضت في الوقت ده سايند باي نيم ومضت في الوقت تمام. فده التايم ستامب ودي السيرفيس اللي احنا اللي بتتقدم في التوقيع الالكتروني سيجنتشر فيريفيكيشن فيريفيكيشن على كل مستوياته سواء ان انا بالفايل ان حضرتك اللي وقعت عن طريق ان احنا بنكريبت بالبابليك كي بالفايل الانتجريتي ان الداتا ما تعدلش فيها عن طريق بنقارن الهاش بتاع المسج بالهاش بتاع الديكريبتد الديكريبشن بتاع السيجنتشر بنتشيك على السيرتيفيكت فيريفيكيشن اكسبايريشن ان هي تراستد طبعا من الروت سي اي كل ده خدمات بتتقدم من خلال او اس بي من خلال سي ار ال في خدمه تايم ستامب خدمه مقدمه من منظومه التوقيع الالكتروني عشان تثبت الوقت بتاع التوقيع بتاعك او تساين على دوكيمنت تايم ستامب عشان تثبت تاريخ انشائها زي الملكيه الفكريه اصلا. اوكي يعني ممكن تشتغل في الملكيه الفكريه في التامينات ان تاريخ انشاء الدوكيمنت ده كان كذا تمام. انا بشكركم لو عندكم اي اسئله قبل ما تبقى ريفوكت السيرتيفيكت وبعد كده انا فتحت الدوكيومنت وشفت السيرتيفيكت دي هتبقى سايند يعني ولا هتعامل معاها ازاي البرنامج يعني؟ بتاعها فاليد لو اتمضت قبل الريفيكيشن لان احنا في السياق اللي زي ما شفنا التايم اوف ريفيكيشن فاحنا بنتاكد ان التايم بتاع الريفيكيشن مع التايم بتاع السيجنتشر عشان نتاكد هي سايند قبل الريفيكيشن ولا بعد الريفيكيشن. لو سايند قبل الريفيكيشن هتبقى السيجنتشر بتاعتك فاليد. هو التايم ستامب دي سيرفيس ريبوستمنت بحيث انا ك ريسيفر للدوكيمنت ما اقدرش افيريفاي التايم الا لو اللي عمل حط السيجنتشر بتاعته عملها قبل التايم ستامب صح؟ ما اعرفش بقى. سؤال ده حلو جدا ومهم جدا. ال يعني احنا دخلنا بعمق اكتر في الديجيتال سيجنتشر. الديجيتال سيجنتشر انواع. يعني ايه انواع؟ يعني في بيزك سيجنتشر اللي هي الاوفلاين سايننج ان انت بتساين على الدوكيمنت بس وبتاخد وقت السيجنتشر اللي هو اللوكال تايم بتاع الماشين بتاعك. وفي انواع ثانيه بتستخدمها الديجيتال سيجنتشر زي السيجنتشر السايننج ويز تايم ستامب. وفي انواع ثالثه بقى اكثر امانا اللي هي اللونج تايم فاليديشن. اللونج تايم فاليديشن ان انا مش بساين بس على
مش بساينه باخد التايم ستامب على السيجنتشر دي، لا انا بقيت كمان الريبيشن داتا السي ار ال او الروس بي ستيتس بتاعت التشين كلها من اول السيرتيفيكت بتاع حضرتك لغايه الروس سي ايه جوه السيجنتشر، بحيث ان السيجنتشر بتاعت حضرتك دي لو جيت تفيريفاي عليها بعد 100 سنه هتلاقي ان الريبيشن ستيتس والتايم ستامب الوقت التوقيع بتاعها موجود جوه السيجنتشر، عشان كده اسمها لونج تيرم فاليديشن. وكل بزنس كيس بتحتاج، كل بزنس كيس في الديزاين بتاعها بيحتاج نوع سيجنتشر مختلف عن التاني. هنشكركم طبعا لحضوركم، وبنأكد طبعا ان احنا كجديده بجديدته وفي قانون التوقيع الالكتروني لسنه 2004 هذا يعني بيعمل جفرنس للتوقيع الالكتروني وحجته القانونيه، وحصل له ابديت في 2020، واحنا في بروسيس برضه ان احنا نابديت تراست سيرفيس ثانيه ليها علاقه بالايميل ديليفري سيرفيس وحاجات ليها علاقه بالترانزاكشن سكيورتي ترانزاكشن والحاجات دي. من الحاجات برضو الاساسيه اللي بنتكلم فيها ان كل سي اي وسي اي يعني سي اي في مصر او روم سي اي بيببلش تو دوكيومنتس اللي هو سيرتيفيكت بولسي اللي بتبقى هاي ليفل وسيرتيفيكت سي بي اس اللي هو سيرتيفيكت براكتس ستيتمنت، وده السي اي بيبيك شور او بيقدم لك الوثيقه اللي بتتاكد انت منها ازاي هو تراستد ازاي وبيعمل بروتكشن، يبقى في كل حاجه للداتا سنتر بتاعته والسكيور الريسورسز بتاعته. ممكن يا محمود نبينا حتى نفتح من عندنا الويب سايت بتاعه، فدي طبعا مهمه جدا يعني احنا بنراجع عليها وبتبقى ببلش تبقى اب تو ديت من ضمن الحاجات اللي بتاكد منها يعني. امتى بيحصل التيرمينيشن للسي اي والكيس دي بيحصل فيها ايه؟ امتى بيحصل الريفوكيشن للسيرتيفيكت والبروسيس بتاعته؟ ايه السيرفيسز اللي بتقدم من السي اي ده؟ هل بيقدم تايم ستامب؟ هل بيقدم بروسيس دي؟ هل بيقدم سي ار ال؟ البروفايلز اللي شرحها الباشمهندس محمود الرزاعي بتبقى برضه ليستد في السي بي والسي بي اس بتاع كل سي اي. احنا كروم سي اي بيبقى عندنا السي بي اس بتاعتنا وعندنا السي اي، وهو كمان بيبقى عنده نفس ال انت ممكن تعمل اي سيجنيشن بتاع اي سيجنيشن هي هي دوكمنت بابليك. انا بدأ الناس كلها طبعا اول حاجه ان هم اللي ما عندوش توقيع الكتروني يطلع توقيع الكتروني، دي بينفيتس عظيمه زي ما قال محمود واتشرح الرقم. ولو في جهه من الجهات محتاجه تطلع ختم الكتروني مش محتاج ان انت تروح للاوبريتور اللي جنبك تطلع بيها وتقدم طبعا الدوكيومنتس اللي تثبت الشركه زي السجل التجاري والبطاقه الضريبيه والمفوض عشان تطلع ختم الكتروني. ولو في اي حاجه طبعا اي استفسارات او اي حاجه في اللي احنا موجودين اتيتا ليها طبعا الكول سنتر، لو محتاج اي حاجه محتاج اسئله فنيه تروح لمين ممكن برضه تجي لنا كاتيتا. بنشكر حضراتكم يعني وقتكم وان شاء الله نكون قدمنا حاجه مفيده ليكم. شكرا.